السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة خليفة الغزالي. اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوصلوا واحد المضخة دو بوس جوج الأحصنة 220 1.5 كيلووات اللي كتسحب على 67 متر. غادي نحتاجو واحد الكلابي وعندنا واحد ريديكسيون ديال 1 بوسيكار 1 بوس واحد الماملو ديال 1 بوس يعني 32. بالنسبة لهذا الكلابي السهم ضروري خص يكون يشوف فوق لان السهم هو مجرى ديال المياه، الا قلبنا الكلابي ما غاديش تطلع لينا الماء يعني ما غاديش تسحب لينا الماء من تحت وهذا غيشكل خطر كبير على المضخه ممكن تحترق. وغادي نحتاجو واحد الكونتاكتور 220. بالنسبه للكونتاكتور غادي ان شاء الله غادي نشوفو مناش كتكون وكيفاش غادي نوصلو الاسلاك ديالها. هنا عندنا لونطري ديالها 3 كنركبوها في واحد التي ديال النحاس اللي كتجمع لينا ما بين المضخه والترمومتر ديال لابريسيون ديال البرد والكونتاكتور. كما كتشوفوا هنا عندنا روسور اللي كيتحكم لينا في لابريسيون ديال الماء وعندنا روسور صغير اللي كيتحكم لينا في لابريسيون ديال المضخه ديال التشغيل والاطفاء. هنا عندنا هذا الكونتاكتور كيتحمل حتى 10 امبير طبعا كتخدم لينا ب 220. اذا غادي نحتاجو جوج الاسلاك في لونطري وجوج الاسلاك في السورسي. الطريقه ديال توصيل الاسلاك على الشكل التالي، هنا عندنا لي بورن ديال الموتور وهنا عندنا لي بورن ديال لالين ديال الضوء يعني لا سورس. هذه هي الطريقه ديال توصيل الاسلاك، طريقه سهله جدا. كما كتلاحظوا هنا عندنا جوج ديال لي بورن ديال لونطري ديال الضوء وعندنا جوج لي بورن ديال السورتي ديال المضخه. وهذه هي الطريقه ديال توصيل الاسلاك. غادي نشوفو مناش كتكون هاد الكونتاكتور. عندنا فيها واحد لومبران كما كتشوفو، هادي هي لومبران وهاد السابكة الحديدية هي اللي كتحكم في لابريسيون ديال الماء، كتخدم بالانس مرة كتسكت مرة كتخدم. اذا الطريقة واضحة. كذلك هاد المضخة ضروري خصنا نعرفو هاد لي سامبول اللي عندنا فيها، العمق ديال البئر. عندنا المضخة 220 220، عندنا فيها جوج الأحصنة دو شوفو و 67 متر سحب اللي كتسحب من البئر، 1.5 كيلووات نسبة كمية استهلاك الكهرباء للمضخة. علبة التوصيل هذه كتوجد في أي مضخة اللي كيكون فيها واحد الكوندنساتور. عندنا واحد الفلوتور، بالنسبة للفلوتور إلا بغينا نركبوها في البئر كنحاولو نهزو الفلوتور الفوق على هذا الشكل. إلا بغينا نركبو الفلوتور في الشاطو كنهبطو الفلوتور لتحت. ممكن نستغناو على الفلوتور ما نركبوهاش في المضخة، ولكن الفلوتور كتحمي المضخة من الاحتراق في حالة ما الى الماء ما بقاش في البئر. غادي نفتحوا هذه العلبة ديال المضخة وغادي نشوفوا مناش كتكون. اللي عندنا فيها واحد 6 لي بورن معايا. هنا الاسلاك ضروري كل سلك خاصو يركب في المكان ديالو، الى تقلبوا الخيوط ما غاديش تخدم لك المضخه. هنا كما قلنا عندنا الخيط ديال الكوندنساتور هو القهوي، وعندنا ايضا الخيط الازرق هي النتر، وعندنا
الاسود هو الديماراج، كيبقى لنا خيط واحد هو ديال الارضي لاتير اللي اللون ديالو بالاصفر وبالاخضر. وان شاء الله غادي نقومو بواحد التجربه، تبع معايا الفيديو حتى الاخير، لان المرحله المهمه في هذا الفيديو كله هو هذه الطريقه ديال التوصيل. توضيح فقط، عندنا هذا البالون طريقة العمل ديالها هو ان الماء ما كيكونش ما بين الحديد والبالون، البالون هو اللي كيكون فيه الماء، وما بين البالون والحديد هو فين كيكون الهواء كيكون البرد. اذا غادي نديروا واحد التجربة وغادي نخدموا المضخة ديالنا، وغادي تشوف بان طريقة التوصيل ناجحة 100%. الى عجبك الفيديو وعجبتك القناة حاول دير لينا اشتراك وتعليق يكون محفز باش يوصلك الجديد ان شاء الله.